مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه هنا لشوطنا الثالث عشر في مجموع الاشواط، شوطنا الثالث عشر الخاص هنا ايضا بالاذاعه القعدان المحليات الاصايل مع ايضا الانتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع هنا الصدارة والمركز الأول ومقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول الطاغي لمنصور بن رملي بن محمد العامري من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين علي بن سالم بن عوي الشامسي، وفي المركز الثالث ميعاد علي بن سالم بن سعيد المسافري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شاهين مبارك بن محمد بن سعيد بن معيضد النيادي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس مياس السلطان بن سعيد بن محمد الاكتبي. ومن الجانب الآخر مشاكل ياتينا هنا، راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي من ينطلق، ديات الجميلة النشمي قادم، مطر بن سلطان بن مطر بن شميل الاكتبي من ينطلق بهذه التحديات الجميلة. والمركز الثامن، المركز الثامن صوغان علي بن يمعة بن خميس الغويص السويدي، وهناك غازي لسالم بن سعيد بن محمد بن حبة العامري من يأتينا هنا بهذا الانطلاق المميز. المركز العاشر شاهين عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي مع شاهين بهذا الانطلاق المميز الجميل. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الأداء المميز والطاغي، الطاغي المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. منصور بن رملي بن محمد العامري هو المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، صوغان في المركز الثاني، علي بن يمعة بن خميس الغويص السويدي من ينطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث شاهين علي بن سالم بن عوي الشامسي المنطلق ثالثا، وفي المركز الرابع، المركز الرابع هناك في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات غازي لسالم بن سعيد بن محمد بن حبة العامري رابعا، وفي المركز الخامس شاهين لمبارك بن محمد بن سعيد بن معيضد النيادي من ياتينا على المركز الخامس، وسادس مراكزنا ميعاد علي بن سالم بن سعيد المسافري مع ميعاد هنا المنطلق سادسا، وفي المركز السابع مشاكل ياتينا على المركز السابع للسيد راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي، وفي المركز الثامن، المركز الثامن مياس سلطان بن سعيد بن محمد الاكتبي مع مياس، وفي المركز التاسع النشمي لمطر بن سلطان بن مطر بن شميل الاكتبي، وعلى المركز العاشر مفوض عبد الله بن حميد بن حارب المهيري من ينطلق مع مفوض بهذا الانطلاق المميز الجميل. مرحبا بهذا الشعار وملكه بهذه المشاركة الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. نعود مشاهدينا الكرام هنا، نعود مشاهدينا الكرام إلى صوغان من غير النتيجة، صوغان من غير النتيجة على الصدارة على المقدمة. هنا في هذه اللحظات صوغان
علي بن جمعة بن خميس لغويص السويدي على صدارة، ولكن عاد طاغي، عاد الطاغي هنا بهذا الأداء الجميل لمنصور بن رملي بن محمد العامري هنا على صدارة على المقدمة، وصغان العلي بن جمعة بن خميس لغويص السويدي على المركز الثاني، وغازي في المركز الثالث، سالم بن سعيد بن محمد بالحب العامري من يهدينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شاهين المبارك بن محمد بن سعيد بن معيض هنا من ينطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس هنا معيد لعلي بن سالم بن سعيد لمسافري المنطلق هنا، ووصل في هذه اللحظات، وصل أيضا بهذا الانطلاق الجميل هنا، مفوض قادم في هذه اللحظات هنا بهذا الأداء الجميل على سادس المراكز لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري من ينطلق التحديات والإثارة على المركز السادس، وفي المركز السابع، المركز السابع والوصول على المركز السابع من شاهين عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي، وهناك في هذه الانطلاقة الجميلة هنا أيضا بن عوي يتواجد علي بن سالم بن عوي الشامسي مع شاهين، والسلام والتحديات الجميلة، شاهين آخر لعبد الله بن طير بن سهيل العامري قادم، وهنا سلهود خليفة بن حميد بن سهيل المهري أيضا قادم. الله نعود إلى صدارة، نعود إلى الطاغي، سلالة الطاغي وانتاج المختبر هنا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الطاغي 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 هنا، الطاغي الطاغي الذي يسيطر على زمام الأمور هو على صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، منصور بن الرملي بن محمد العامري صاحب البندقية في العام الماضي هنا على أرضية هذا الميدان، ها هو ينطلق هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل، تشاهدونه بتحدياته بإداء المميز الجميل هنا، سلام 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 للقطاع الجنوبي هناك على هذا الأداء المميز الجميل للطاغي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة وعلى المركز الأول، تهانينا تهانينا هنا لمنصور بن رملي بن محمد العامري على فوز الطاغي، وشكرا يا سهيل يا بن رملي هي العامري من يتابع هذا الأداء الجميل وشعار المتحد الغني عن التعريف، هو تشاهدون على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، معلن الفوز معلن ناموس، تهانينا هنا لمنصور بن رملي بن محمد العامري، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني هنا يأتي صوغان على المركز الثاني في هذه الانطلاقة هنا لسيد علي بن جمعة بن خميس الغويص السويدي، المركز الثالث مفوض لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري، المركز الرابع سلهود خليفة بن حميد بن السيل المهري، وفي المركز الخامس شاهين المبارك بن محمد بن سعيد بن معيض النيادي من أتانا على المركز الخامس، وسادسا عندك بالطير، سابعا بالحب، ونعود هنا إلى التوقيت الزمني. هنا التوقيت الزمني ولحظة وصول الطاغي إلى خط النهاية، صاحب الإنجاز المميز 9:27 وفاء وتماما وكمالا، تهانينا تهانينا لمنصور بن رملي بن محمد العامري ولكافة أبناء الرملي على هذا الفوز المميز الجميل للطاغي. المركز الثاني كان هنا أيضا صغان، شكرا لعلي بن جمعة بن قميص رقويص السويدي، 9:34 ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، وكان مفوض على المركز الثالث، شكرا يا عبد الله يا بن حميد يا بن حارب يا المهيري على هذه المشاركة الجميلة، لمفوض ب9:35 4 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني.